Hi, I am Qasem. I am your science teacher. أنا مس قسم رح أدرسكم مادة الساينس. وإحنا اتفقنا لما شفتكم المرة الماضية إن رح نشرح الساينس بالإنجليزي زي ما أنتوا شايفين كتابكم كله بالإنجليزي. هنحاول نحكي قد ما بنقدر بالإنجليزي ونحفظ بالبيت كمان كلمات بالإنجليزي. هشرح شوي بالعربي عشان تقدروا تفهموا علي، تمام؟ اليوم today we are going to talk about food and diet. It's interesting, right? Okay. All living things need food. Why? Our bodies need energy. We take energy from food. Okay. أجسامنا بحاجة للطاقة عشان نقدر نكمل يومنا، نقدر نمشي، نتحرك، نكون بقمة نشاطنا. لازم ناخذ كمية كافية من الطعام. رح أحكي لكم كمان شوي بالدرس شو الأشياء اللي لازم ناكلها عشان يضل جسمنا healthy ونضل بصحتنا. أول إشي بدنا نتعرف على first section is food of plants. تمام. Plants don't eat food from outside. إحنا بنعرف إن النباتات ما بتحصل على غذائها من برا زينا وزي الحيوانات، لا، بنعرف إن هي بتصنع غذائها بنفسها. أوكي. Plants make their own food by materials. من وين بتاخد هاي الماتيريال؟ From air and soil. من التربة والهواء. من الهواء كيف بتاخد الماتيريال تبعتها؟ اللي هو carbon dioxide gas بتاخده من الاير، بعدين الواتر والمينرال سولز بتاخدهم من التربة من السويل. بعدين شو اللي بتصنعه عشان احنا كمان نستفيد؟ They make simple sugars such as glucose. وهذا الشجر اللي احنا بناخده من النباتات اللي هو بفيدنا بعطينا الطاقة اللي قبل شوي حكينا عنها. Plants need minerals such as sulfur, calcium, iron and nitrogen for healthy growth. برضو النباتات زي الإنسان عشان تنمو نمو صحيح لازم تاخذ معادن والماتيريالز اللي بتحتاجها عشان تصنع الغذاء. Without minerals، أنا كتبت لكم هون معاني، قلت لكم بس تقسموا الدفتر بالنص، بدي النص الثاني يكون vocabulary معاني بالإنجليزي وبالعربي، هذا دفتر الساينس، والنص الأول تكتبوا فيه notes عشان يساعدكم تفهموا الدرس. فوصلنا مثلا minerals معناها معادن، فهاي النباتات بتاخذ معادن. إذا ما أخذت كمية كافية من المينرالز اللي هي المعادن راح تصير weak and unhealthy. Their leaves become yellow. الأوراق تبعتها راح تصير صفراء. Their stems become weak. راح يصيروا الجذور تبعونها راح يصيروا مالهم ضعف. نفس الشيء بالإنسان. إذا أكلنا كمية عالية من الأكل، يعني كمية أكبر من اللي إحنا نحتاجها، رح نصير فات، وهذا مش healthy، تمام؟ وإذا أكلنا كمية قليلة برضه رح نصير weak وthin، نحاف كتير وضعاف، تمام؟ هلا رح نحكي على storage of food and plants in page 19 in your science book unit 2. Okay. Food of plants. Storage of food and plants. Okay. Food can be stored in underground roots. First picture on the left. Such as carrot. كون الجذور تحت النبتة بتكون تحت التربة، يعني هي الثمرة اللي بناكلها بتكون تحت التربة. عندنا مثال ثاني، البطاطا وين بتكون مخزنة الثمرة؟ بتكون تحت التربة برضه، تحت الأرض. وآخر شيء عندنا اللي هو الكاكتس اللي هو نبات الصبار. هاي في نباتات بتعيش بمناطق جافة and dry areas، بتكون بتخزن المي water، لأنه هاي المناطق جافة فهي محتاجة للمي كتير، بتخزن المي water in their stem. أوكي. Section 2 food of animals. Animals cannot make their own food. أوكي. من وين بدها تأخذ أكلها غذائها اللي محتاجيته؟ They feed on living organisms such as plants and other animals. تتغذى على كائنات حيوانات أخرى
أو ممكن في برضو بعض الحيوانات النباتية تغذى على النباتات. أوكي هلا. Important part of our lesson today about food. Food is mixture of substances. Substances mean مواد in Arabic. What is these substances? First, carbohydrates. طبعا قبل ما أبدأ أشرح لكم على كل واحدة عندنا الغذاء مقسم لثلاث مجموعات رئيسية. أول مجموعة اللي هي primary food substances هي البروتين fats and carbohydrates. في عندنا المجموعة الثانية بسموها welfare food. Welfare food هاي اللي نحتاجها عشان جسمنا يضل healthy, to keep our body healthy. هاي من وين بناخذها؟ vitamins such as fruit and vegetables. عندي المجموعة الثالثة بنسميها balanced diet. To remain healthy we should eat right kind of food and the right amount is called a balanced diet. تمام. أول مجموعة حكينا عنها من substances of food carbohydrates. Carbohydrates give us energy. أوكي من وين نحصل على الكربوهيدرات؟ fruits, bread, potatoes, rice. Right? لإيش بنحتاج الكربوهيدرات؟ عشان تمدنا بالإنرجي بالطاقة. اللي احنا اصلا ناكل عشان ناخذ انرجي. بعدين انا المجموعه الثانيه second one is proteins are used for the growth of the body عشان النمو. كيف الطفل بيكون اول شيء طفل بعدين بيوصل لمراحل اكبر شوي بيوصل بعدين مرحله الشباب الشيخوخه الى اخره. هاي المراحل هاي اسمها بسموها النمو. فالبروتينز هو اللي بيساعدنا عشان جسمنا ينمو. من وين نحصل عليها؟ من البينز واللنتل. بينز اللي هي بنسموها بالعربي البقوليات عدس فاصوليا وهي الاشياء. بعدين ثالث مجموعه عندنا المينرالز. مينرالز there about 15 different minerals in our food. يعني كثير في عندنا مجموعه من المعادن نحصل عليها من الفروت والفيجيتابلز. هي كتبت لكم معنا مينرالز معادن عشان ضروري تحفظوها. فالمينرالز كتير مهمة. زي ما النباتات بحاجة للمينرالز عشان تصنع غذائها برضو احنا بحاجة للمينرالز عشان جسمنا يضل healthy. نيجي بعدين للفيتامينز. فيتامينز have four section. فيتامين A, فيتامين B, فيتامين C, فيتامين D. نسيت اكتبوها على اللوح بس موجود بكتابكم صفحة بيج 22 اوكي. فيتامين A بنلاقيه موجود بالكاروتس and green vegetables بالجزر الخضروات الخضراء خاص بقدونس green vegetables. فيتامين B بنلاقيه بملك bread و green vegetables. فيتامين C oranges, lemons, تعرفوا هالحمضيات. وآخر مجموعة اللي هي فيتامين D بنلاقيها بالبتر والتشيز. أوكي هاي الفيتامين دي طبعا مهم our teeth and bones. نوصل لمجموعة الكالسيوم. كالسيوم بالأصل أصلا شو هو؟ هو mineral. is a mineral which is good for bones and teeth. مهم لعظامنا وأسناننا. نحصل على كتير أشياء من ضمنها الملك. نيجي على الأيرون. إذا مينرال برضو بتعرفوا الحديد موجود بالسبينش بالسبانخ. هلا نيجي على جزء كتير important for our bodies. water very important for the body. 75% of our body is made up of water. كيف؟ الواتر هو اللي بنقل جوا الجسم بنقل المواد الغذائية والسوائل التانية من part to part من عضو لآخر. وبرضو عن طريق المي تنتقل الأجسام الضارة والأجسام الضارة اللي مش محتاجها الجسم برضو بتنتقل عشان تطلع عبر الكنال وتطلع برا الجسم. آخر مجموعة عنا الفايبر. فايبر helps in digestion. وين منلاقي الفايبر؟ في الفروت and vegetables. بتساعدنا حتى نهضم الطعام. في نوعيات من الفواكه والخضروات إذا بناكلها بتساعدنا في عملية الهضم.
digestion system. اوكي المهم اليوم بدكم تركزوا لي انه الواحد ياكل على الاشياء المفيدة. بنصح دائما تكثروا من الخضروات والفواكه، كثير مهمة. بتحاولوا تاكلوا غذاء متوازن، ما نزيد من اشياء ضارة مثل الشوكولاتة والفاست فود بسموها كمان، عشان جسمنا يضل هيلثي. وبنفس الوقت ما نقلل الاكل، لانه هيك رح نصير ويك وجسمنا يبطل جسمنا يصير مناعته قليلة. واحنا هلا بعصر الكور بزمن الكورونا.